بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بركه كبيره اني اكون موجود وسطكم ومع ابي الحبيب نفت الحبر الجليل الانبا رفائيل اللي انا بعتز كتير بمحبته وابوته، وايضا مع الاباء الاجلاء الكهنه الموجودين معانا وخاصه ابونا بشوي والخدمة الحلوة اللي هو بيقدمها للكنيسة هنا. وبنذكر بكل الخير طبعا ابونا متياس ربنا يديله الصحة، وايضا خدمة ابونا انتوني مع ابونا بشوي هنا خدمة حلوة ومباركة. وكل الاباء الموجودين معنا فرحانين نكون موجودين وسطهم، خصوصا في الايام المباركة دي ايام القيامة المجيدة، ودي ايام تبقى مفرحة لنا كلنا. يعني الطلب مني ان بالنسبة للمحاضرات اللي هنا اتكلم على ثلاث محاضرات، ونفت الانبا رفائيل هيدي ثلاث محاضرات. كان ابونا بشوي طلب مني احنا نتكلم على تواصل الكوميونيكيشن، فالثلاث محاضرات اللي انا هديهم، المحاضرة الاولى اللي هنتكلم فيها دلوقتي هنتكلم على كيف يكون هناك تواصل إيجابي وفعال ما بين أفراد الأسرة. المحاضرة الثانية بإذن الله هتكون على معوقات التواصل الإيجابي، والمحاضرة الثالثة احنا مش هنقدر نعمل تواصل إيجابي غير لما يكون لنا تواصل مع ربنا، فالمحاضرة الثالثة هتكون على التواصل مع الله. فاحنا المحاضرة الأولى هنتكلم على التواصل الإيجابي في الأسرة. التواصل في الأسرة معناه ان الاثنين لما يجوا يتكلموا مع بعض يقدروا يفهموا كل اللغات، مش مجرد لغة الفم انما ايضا لغة الجسد body language، تعبيرات الوش، المعنى اللي هو behind الكوميونيكيشن. وفي اكشلي قاعده صغيره بتقول يو كان نوت كوميونيكيت، يعني انت لا تستطيع ان لا تتواصل. اقصد ايه بالكلمه دي؟ حتى لو انا مخصم واحد وقلت انا مش هكلمه، طبعا احنا ما بنخصمش حد يعني، فلو انا قلت انا هخصم واحد انت بتبعت له رساله ان انت زعلان منه. فاكشلي في كل سواء انت بتعمل افويدنس بتتجنب واحد او بتتواصل معاه، سواء انت سعيد او زعلان، في دايما بتبعت رسالة للاخر. والتواصل الجيد معناه ان انا اقدر افهم الرسالة اللي هي بتوصل لي. لما بيكون في تواصل جيد في الاسرة ده بيكون له فوائد كتيرة. اول فايدة ان كل واحد من افراد الاسرة بيقدر يعبر عن احتياجاته وعن مشاعره وعن الconcerns الموجودة في قلبه تجاه افراد الاسرة الاخرين. ومن هنا عايزين نحرر نفسنا من بعض المبادئ الخاطئة. يعني في واحد يجي يقول لك لا يعني انا ما اقدرش اعبر للاخر اقول انا محتاج ايه، هو لازم يعرف انا محتاج ايه من غير ما اقول له. لا مش لازم، ما فيش حاجة غلط انك تعبر للاخر على ايه اللي انت محتاجه. السيد المسيح له المجد في ليلة الصليب قال للرسل الثلاثة يعقوب وبطرس ويوحنا، قال لهم ألم تقدروا ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ وهنا السيد المسيح اكنه بيعبر على انه محتاجهم ان هم يسهروا معاه ساعة في هذه الليلة اللي كان بيستعد فيها للصليب. فوجود تواصل جيد بيخلي كل واحد مننا يقدر يعبر على احتياجاته على مشاعره، ايضا لو في اي كونسيرن موجود تجاه اي شخص اخر بيقدر يعبر عنه. ايضا التواصل الجيد بيخلينا نفهم، مش هسميها الاختلافات انما التنوع اللي موجود بيننا، لان احنا كافراد جايين من خلفيات مختلفة. في داخل الأسرة بيكون في تنوع،
وحتى الأشقاء بيكون في تنوع بينهم، كل ما بيكون في تواصل جيد أقدر أفهم الآخر كويس، فده بيخليني أقدر أفهم التنوع اللي موجود في الأسرة، والتنوع ده بيثري الأسرة وأيضا بيزود المحبة والإعجاب بين أفراد الأسرة بعضهم ببعض. وصدقوني كتير جدا من المشاكل الأسرية بيكون سببها miscommunication، مفيش تواصل جيد. لو في تواصل جيد واحنا عرفنا ازاي نعمل تواصل جيد ما بين اعضاء الاسرة، actually كتير من المشاكل هتتحل ومش هتاخد فترة طويلة. علشان كده وجدنا ان الاسر الناجحة فيها تواصل جيد ما بين افرادها، والاسر اللي هي dysfunctional عندها مشاكل كتيرة. بنلاحظ دايما ان مفيش تواصل جيد ما بين افراد الاسرة، وعدم التواصل الجيد بيزود المشاكل، بيخلي على طول دايما في تنشن وتوتر ما بين اعضاء الاسرة، وممكن برضو يأثر على الايموشنال بوندنج، الترابط العاطفي ما بين افراد الاسرة بيضعف بعدم وجود تواصل جيد. في داخل أعضاء الأسرة بنفرق ما بين نوعين من التواصل. النوع الأولاني بنسميه instrumental communication، اللي هو التواصل بسبب الأمور الإدارية في الأسرة، يعني مثلا عايزين يتفقوا هيشتروا إيه مع بعض، هيصرفوا الفلوس دي إزاي، هيعملوا إيه للولاد في المدارس إلى آخره. وفي نوع تاني من التواصل اللي بنسميه affective communication، اللي هو التعبير عن المشاعر وعن الحب تجاه أعضاء الأسرة بينهم وبين بعض. في بعض الأسر ناجحة جدا في الانسترومنتال كوميونيكيشن، بمعنى ان هم زي بيزنس بيبول، يعني لو في اتنين بيزنس مين عندهم بيزنس مع بعض بيعرفوا يتواصلوا كويس جدا جدا ويقدروا يبقى عندهم البيزنس ده ناجح جدا، ولكن مفيش الافكت، مفيش افكشن، مفيش التعبير عن الحب والمشاعر بينهم وبين بعض. والعكس سليم، في بعض اسر فيها مشاعر كتير وعواطف كتير انما ما بيعرفوش يتفاهموا مع بعض لما نيجي للامور الاداريه مثلا او الماليه بتاعه الاسره، تلاقي يبتدي يحصل اختلافات. علشان كده الهيلثي فاميلي، الأسرة الناجحة بيكون التواصل جيد فيها على المستويين، على المستوى المشاعر والعاطفة وأيضا على المستوى الإداري في الأسرة. بنقسم التواصل، يعني التواصل الجيد في صفتين، ان يكون مباشر دايركت ويكون كلير، ويكون كلير واضح. لو نعمل تبديل وتوفيق بتاع دايركت وكلير نلاقي ممكن يكون في اربع انواع من التواصل. النوع الاولاني ان يكون دايركت وكلير، مباشر وواضح، وطبعا ده احسن نوع. النوع الثاني ان يكون مباشر وغير واضح، دايركت وانكلير. النوع الثالث ان يكون كلير بس اندايركت، يعني واضح بس غير مباشر. طبعا اسوأ الانواع ان يكون اندايركت وانكلير، الاثنين غير مباشر وغير واضح. اديكم مثال علشان اشرح لكم الاربع انواع دولت ايه الفرق بينهم. يعني مثلا لو اب متضايق من ابنه علشان ابنه ما بيقومش بدوره في البيت، مثلا لو مسؤولية الابن في البيت انه يعمل شوبينج، فالولد ما عملش شوبينج للبيت، هنفترض يعني. فلو هو الاب تواصل مع ابنه دايركت وكلير هينده ابنه يقول له انا متضايق لان انت ما بتقومش بدورك في الاسرة، انت كان مفروض تعمل شوبينج وما عملت الشوبينج امبارح. فهنا بيوجه الكلام له ده دايركت وكلير، هو متضايق بسبب كذا.
لو هو استخدم دايركت وانكلير هيعمل ايه؟ يجيب ابنه يكلمه يقول له اليومين دولت ما حدش بيقوم بمسؤوليته، كل واحد ما بيعملش اللي عليه، وهو ده هنا عايز يتجنب المواجهة مع ابنه، فبيرمي كلمة وبيتوقع ان الولد هيفهمها. طبعا في احتمال الولد ما يفهمش ابوه بيتكلم على ايه، وممكن يوافق معاه بس ما يفهمش اللي بيتكلم عليه. لو الاب بيتكلم بطريقة كلير بس اندايركت، مش هيوجه الكلام لابنه، بس ممكن يقعد يقول الله ليه مثلا الفاكهة قليلة في البيت هنا، يعني الشوبينج ناقص موجود في البيت، بس مش ما بيوجهش الكلام لابنه. فهنا الكلير هو المسج، هو متضايق من الحكاية دي بس ما وجهش الكلام لابنه. طبعا اندايركت وانكلير، فممكن يرمي كلمة كده يروح يقول ايه، الشباب اليومين دولت كسالة محدش بيقوم بدور، فمحدش يبقى فاهم هو بيتكلم على ايه. واحيانا احنا في التواصل بيننا ما بين بعض ممكن ما نستخدمش اسلوب واضح ومباشر، وبنعتمد على الاخر ان هو يخمن ويلقى، ودي احيانا بنستخدمها في الاعتراف. يعني واحد يروح يعترف فيستخدم اسلوب كده غير مباشر وغير واضح، متوقع ان قبل الاعتراف هيلقط الخطيه ويعرف ايه اللي هو كان عايز يقوله. يعني كل ما بيكون التواصل واضح ومباشر طبعا ده بيبقى فهم احسن للاسره، وبيخلي فعلا الاسره تفهم بعض. ايضا مع التواصل بيبقى فيه تعبير الوجه وتعبير الجسد. احيانا تكون واحد متضايق من حاجه، فيجي مثلا واحد يسالي يا فلان انت متضايق من ايه؟ لا انا مش متضايق، يعني صوته بيقول انه متضايق وشكله بيقول انه متضايق، بس هو مش عايز يقول ان انا متضايق، فبنبرة صوت كده لا لا مفيش حاجة انا مش متضايق مفيش حاجة. طبعا دي ممكن تعمل تعب في الاسرة. مع الولاد الصغيرين دراسة عملوها لقوا ان لو الاباء بيدوا two contradicting messages للأطفال الصغيرين، فالولد علشان to reconcile two contradicting messages بيعمل dissociation، وده ممكن يكون بداية لسكيزوفرينيا أو يبقى double personality. أقولك يعني إيه، مثلا أب يكون متضايق وبعد كده مثلا إيه يشخط في ابنه ويقول بس أنا بحبك، ولكن كل تعبيرات وشه ما بتقولش كده ان هو بيحبه. فالولد بياخد two contradicting messages، ان الاب يقول له انا بحبك بس تصرفات الاب ما بتبينش المحبة دي. علشان to reconcile ال two contradicting messages دي بينشأ عند الولد انه ممكن لما يكبر ممكن دي تكون سبب من اسباب الانفصام الشخصية او الامراض النفسية. طبعا عندنا مثال في الكتاب المقدس للتواصل غير الجيد اللي هو ما بين إسحاق ورفقة، ونشوف ازاي التواصل ده غير الجيد عمل مشاكل بينهم وبين بعض وبينهم وبين اولادهم. يعني اولا إسحاق ما قالش الرفقة النية بتاعته ان هو يبارك عيسو، فهنا ما كانش فيه تواصل. ربما لو قال لها كان اتكلموا مع بعض واتفقوا على حاجة بدل ما هي يبقى ليها خط. يعني الكتاب يقول لنا ان رفقة سمعت إسحاق وهو بيكلم عيسو. رفقة برضو ما كانش فيه تواصل جيد، ما راحتش نادت إسحاق وقالت له لا ده وانا حامل جاتني رسالة من ربنا ان الاكبر هيكون مستعبد للاصغر وان ربنا اختار يعقوب. ربما رفقة ما قالتش ده لإسحاق، فرفقة
برضو من غير ما تتواصل مع إسحاق ابتدت تعمل خطة. الخطة دي انها تخلي يعقوب يخدع ابوه، وده برضو تواصل رديء، ويكذب عليه ويقول ان هو عيسو ابنه الكبير. كل المسكوميونيكيشن اللي حصلت ما بين الفاميلي دي خلت الاب والام يفقدوا، يعني بعدوا عن ولادهم الاثنين، يعقوب هرب وعيسو ساب البيت ويعقوب راح يهرب عند خاله، عملت تنشن ما بين يعقوب وعيسو وقعدوا زعلانين من بعض فترة طويلة وفي خصام وما بيكلموش بعض، وفين وفين لما تقابلوا، ولكن حتى بعد ما تقابلوا وعيسو يعقوب قدم هدايا لعيسو، لكن تحس برضو ان كان في توتر موجود بينهم. فهنا نشوف ده مثال على المسكوميونيكيشن داخل الأسرة، عدم وجود تواصل جيد داخل الأسرة، وإزاي تعب الأسرة كلها، تعب الأب وتعب الأم وتعب الأولاد وكل تعب. أنا أعتقد أن لو كان في تواصل جيد وأوبن كوميونيكيشن ما بين أفراد الأسرة، أسرة إسحاق ورفقة، ربما ما كناش وصلنا لكل التنشن اللي حصل بينهم ما بين بعض. أي نعم ربنا في محبته بيخرج من الآكل أكلاً، وحتى أخطأنا ربنا بيصلحها وبيخليها للخير، لكن ده ما يشجعناش ان احنا نتمادى في الخطأ. ايضا انا اتكلمت من شوية على سر الاعتراف، ايضا في الاعتراف كل ما الانسان بيكون واضح في الاعتراف بتاعه، كل ما الانسان فعلا بيأخذ نصيحة كويسة وبيأخذ ايضا نصر على الخطية. يعني في مبدأ في النصر على الخطية يقول كشف الفكر يضعف قوته. لما بيكون بيحاربني فكر وبكشفه بوضوح، ده بيضعف قوة الفكر. وأنا الحقيقة لي تأمل كده خاص بيهوذا الإسخريوطي. التأمل ده جه من يعني خلال الخدمة، إن لما بنلاقي واحد بيخبي حاجة على الأب والأم وقبل الاعتراف، في الآخر بتنتهي حياته فعلا بيخش في مشاكل كتيرة. يعني مثلا مثال صغير، الشاب اللي بيخبي مثلا هو فكر انه يتخلص من حياته، فكر انه ينتحر وخبى ديا، لم يعلنها للأبو ولا الأم ولا أب اعترافه لحد من أصدقائه، في الآخر بينتهي ان هو انتحر وانتهت حياته. لكن لو جه واحد قال انا بفكر انا متضايق من حياتي وشايف ان انا يأسان ومفيش امل في الحياة دي وانا بفكر ان انا انتحر، ممكن نساعده. وكل الناس اللي بيقولوا ان هم عايزين ينتحروا بيتساعدوا وبيتغلبوا على فقدان الامل الموجود في حياته. ومن هنا ابتدت افكر في قصة يهوذا. انا بتخيل ان يهوذا لو شارك فكره، لو كان في دايركت وكلير كوميونيكيشن، شارك فكره مع بطرس مع اندراوس مع يوحنا مع يعقوب، قال لهم انا ندمان جدا على اللي عملته وازاي ان انا اسلم السيد المسيح، وانا حاسس ان مفيش مغفره ليا، انا رايح اشنق نفسي، انا رايح اتخلص من حياتي. يتهيالي ان لو كان كشف الفكر بتواصل جيد وواضح ومباشر مع حد من بقيه الرسل، كان ما انتهاش النهايه بتاعته. كانوا قالوا له لا، انت مش فاكر ربنا لما غفر للمرأة التي امسكت في ذات الفعل، مش فاكر ربنا لما غفر للمرأة في بيت سمعان الفريسي، وكانوا فكروه بمحبة ربنا وانه قال من يقبل الي لا اخرجه خارجا، وبطرس يقول له ما انا زيك برضو، ما انا انكرت المسيح لكن انا عندي رجاء في محبة المسيح، ده هو لما نظر لي وانا بانكره نظرته كان فيها عتاب لكن كان فيها حب وقبول ومغفرة، وعشان كده انا عندي ايمان ان ربنا هيقبلني ويغفرني. كان ممكن يهوذا حياته تتغير، لكن لان هو رفض ان يكون في تواصل، رفض ان يكون في كوميونيكيشن، رفض ان هو يكشف فكره بوضوح وايضا بطريقة مباشرة، انتهت حياته بانه شنق نفسه وخسر حياته على الارض وحياته في السماء. فدي بتبين اهمية التواصل الواضح والمباشر، سواء مع افراد الاسرة او ايضا مع اب الاعتراف، وازاي الانسان يكشف فكره بوضوح
لأن كشف الفكر يضعف قوته. هقول لكم على بعض مبادئ صغيرة تساعدنا في التواصل الجيد في الأسرة. أول مبدأ أني لما يكون هناك فرصة للحوار والحديث ما نتجنبش الفرصة دي، لأن ده هيخلينا نتكلم مع بعض ونقرب مع بعض ونعرف بعض. لكن كل ما بيحصل تجنب للحوار ده بيعمل زي باريرز بيننا ما بين بعض، ودي بكرة هنتكلم عليها المعوقات للتواصل الجيد. ولما بيكون واحد بيتكلم، المبدأ الثاني في التواصل لازم انت تكون اكتف لسنر، مستمع جيد. اكتف لسنر يعني ايه؟ حال لما واحد بيكلمني انا ببقى مشغول ان انا ارد عليه، فما ببقاش مركز في الكلام اللي هو بيقوله. واحيانا البرسبشن بتاع ادراكي بيخليني من خلال فلترز معينة اسمع اللي انا عايز اسمعه وبرفض اللي انا عايز ارفضه. ناس كتيرة يعني لما تيجي تقول له فلان قال ايه، ممكن يقول حاجة غير اللي فلان قالها، لان هو ده البرسبشن بتاعه. لكن being an active listener عشان تبقى مستمع جيد، انك تفهم بالظبط ايه وجهة النظر بتاعة الاخر حتى لو انت مش موافق عليه. يعني في فرق بين ان انت تفهم وجهة نظره، وفي فرق ان انت تبقى موافق عليها. لما تقول له I understand is different than تقول له I agree. I understand انت بتفهم وجهة نظر، يعني انا اقدر افهم ليه انسان الحرامي ده بيروح يسرق، اقدر افهم. اقدر افهم مثلا ليه في سبتمبر 11 الجماعة الارهابيين دولت عملوا المشكلة بتاعت التو تاورز هنا. فهم، لكن ده مش معناه ان انا I agree مع اللي هم عملوه، لكن فهم وجهة نظرهم. فهنا ازاي تفهم وجهة النظر الاخر. ايضا والاخر بيتكلم you need to pay attention مش بس للكلام اللي بيقوله، لكن non-verbal communication مهم قوي. facial expression، body language مهم جدا انك تفهم ايه الرسالة اللي بيقولها لك. يعني احنا احيانا لما بتيجي اسرة مثلا ويجوا مثلا في المكتب، من طريقة ان هما بيقعدوا جنب بعض ازاي او بيقعدوا ازاي، الواحد يقدر يعرف مين قريب من مين ومين بعيد عن مين. فبرضو النون فيربال كوميونيكيشن مهم انك انت تقدر تفهم اللي قصادك كويس. من مبادئ التواصل الجيد يعني being an active listener، بين تفهم واحترام لوجهة النظر الآخر حتى لو أنت مختلف فيها. يعني مثلا لو زوج وزوج بتكلموا على أولادهم، نبعتهم مدارس خاصة ولا نبعتهم مدارس حكومية، فرض. فمثلا الزوجة رأيها أن هم يعلموا الأولاد في مدارس خاصة، والزوج شايف أن الكلام ده مثلا مش عاملي، هو مش موافق عليه. فما ينفعش أنها لما تيجي تتكلم يقول لها إيه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده، احنا نقدر ندفع المصاريف بتاعت المدارس الخاصة. طبعا ده بيحط بارير ما بين الزوجين في التواصل. لكن لما بتبين، لما تيجي تقول انا متفهم وجهة نظرك من جهة المدارس الخاصة، تبتتكلمي علشان تعليم احسن، عشان مستوى احسن، عشان كذا، علشان كذا، وبعد كده بتبين النقطة اللي انت بتختلف فيها باحترام. ده بيخلينا نقدر احنا الاثنين كومبرومايز، نضحي ونوصل لاتفاق. لكن التقليل من وجهة نظر الاخر ولما نستخدم كلمات جارحة بنقلل من وجهة نظر الاخر، دي بتبقى ضد التواصل الجيد في الاسرة. يعني في اية على ادم وحواء، الاية دي انا ببصل لها بطريقة أعمق من الكلمتين المكتوبين في سفر التكوين. لما وصف سفر التكوين آدم وحواء قال وكان كلاهما عريانين ولا يخجلان.
انا الحقيقة ببص لها كلمة عريانان ولا يخجلان، بديلها عمق تاني. العري هنا مش بس مقصود بعري جسد، ولكن معناه المقدرة على ان الانسان يعري او يكشف كل افكاره وكل مشاعره وكل اراءه دون ان يخجل. عريانان ولا يخجلان. ايه اللي بيخلي الانسان يخجل ان يكشف افكاره ومشاعره؟ لو انا جيت اشارك افكاري ومشاعري مع واحد وجيت تاني ده سفه من رأيي وقلل وما اداش احترام لرأيي، انا المرة اللي بعد كده هفكر كذا مرة قبل ما اقول رأيي. ابتدى هنا يبقى في احساس بالخجل، لان لو اتكلمت الاخر ده ممكن يقلل من وجهة نظري. فالاسرة المسيحية زي ما ربنا خلقها في ادم وحواء، ان كل انسان يستطيع ان يعبر عن وجهة نظره بمنتهى الحرية دون الاحساس بالخجل. عمري ما بقى شاعر ان انا اتكلم وبعد كده الكلام ده يتاخد ضدي، او الكلام ده لا يحترم مهما كانت وجهة نظري. ومن هنا احترام وجهات النظر المتعارضة، ده من احد الدعائم الاساسية والركائز الاساسية في التواصل الجيد في الاسرة. لو في حاجة انت ما فهمتهاش او لسه وجهة النظر بتاعت الاخر مش واضحة قصادك، ما فيش حاجة عيب ابدا انك تسأل وتقول ايه اللي تقصده بالكلام اللي انت قلته. يعجبوني التلاميذ بعد ما السيد المسيح قال مثل الزارع، ما فهموش ايه اللي قصده السيد المسيح بهذا المثل، فراحوا قالوا له فسر لنا هذا المثل، ايه يا رب اللي تقصده بان واحد خرج يزرع شوية بذر وقعت على ارض جيدة وشوية بذر وقعت على ارض محجرة وشوك وطريق. سألوا، ولما سألوا اتعلموا واستفادوا. فهنا مفيش حاجة غلط ابدا انك تقول انا مش فاهم اللي انت بتقول، ممكن توضح لي وديو بليس الى بوريت مور، وضح لي اكتر ايه اللي انت بتقوله علشان تفهم. ايضا التواصل الواضح والمباشر بيخلق جو من الثقة بين افراد الاسرة، والثقة دي مهمة جدا مهمة جدا. يعني تفتكروا في قصة اسحاق ورفقة، بعد ما اسحاق عرف ان رفقة هي اللي شجعت يعقوب ان يغش اسحاق، تفتكروا الثقة بينهم كان شكلها ايه؟ اكيد الثقة بينهم اتهزت، لان اسحاق شعر ان رفقة بتخدعه بتغش وبتشجع كمان ابنها ان يغش. فتخيلوا اتنين عايشين مع بعض مفيش ثقة بينهم، يعني في مشاكل كتيرة بتنشأ في الأسرة لانعدام الثقة. لكن لما يكون هناك تواصل واضح ومباشر ده يخلي فيه ثقة ما بين أفراد الأسرة، والثقة دي بتعزز وتعضد العلاقات في داخل الأسرة وتربطهم ربطة جامدة. حتى لو اختلفوا يقولك بس فلان ده مش هيخدعني، فلان ده مش هيغشني، واثقين في بعض. ايضا وانت بتتفاهم مع افراد الاسرة لازم تاخد في اعتبارك الظروف المحيطة بافراد الاسرة دول. يعني مثلا الطفل هو بيتكلم او الشاب هو بيتكلم، لازم انا اخد في اعتباري الظروف اللي هو محيطة بيه والجو اللي هو عايش بيه. وخصوصا مثلا لو هنتكلم على two cultures، يعني احنا جايين اللي هم مثلا هاجروا كبار هنا واولادهم كبرت هنا، فهنا بتتكلم على two cultures، رؤيتك انت للامور ممكن تختلف على رؤية ابنك للامور. اللي انت تعرضت له وانت مثلا في ايام اعدادي وثانوي غير اللي ابنك بيتعرض له هو في ايام اعدادي وثانوي. فلما تيجي تتكلم معاه لازم يكون ده واضح في ذهنك، والا تكون توقعاتك غير عمليه. كتير من الولاد يجوا يقولوا لنا انا بابا مش فاهمني،
انا في البيت محدش بيفهمني. وهما ليهم حق احيانا، لان احيانا بيبقى الاب والام عايشين في عالم تاني غير العالم اللي اولادنا عايشين فيه. هل انت مدرك وتفهم كل الولاد اللي بيتعرضوا له في المدارس بعطوله مع الاصدقاء بره ولا لا؟ يعني ولادنا بيتعرضوا لحاجات كتيرة احنا لم نتعرض لواحد في المية منها. فهنا برضو علشان تقدر تتواصل لازم تكون فاهم كويس قوي الكالتشر والظروف اللي هم بيتعرضوا لها. وايضا وانت بتتعامل مع الاطفال او الشباب لازم تحط في اعتبارك السن والنضوج. يعني مثلا يعني اقول لكم على حاجة يعني ملحوظة صغيرة. يعني طبعا يعني انا شخصيا وكلنا نحب الهدوء في الكنيسة. لما يكون الكنيسة بنصلي فيها الكنيسة تكون هادية. لكن مثلا احيانا تلاقي طفل صغير موجود جوه الكنيسة ابتدى يصرخ او ابتدى يبكي، والام بقى بتلم حاجتها بسرعة وشايلها عشان تخرج عشان تهدي الدنيا. في الثلاث اربع دقايق دي تلاقي نظرات ناس ليها كسفتها واحرجتها ده طفل صغير. طب احنا متوقعين ان طفل صغير، الطفل مش مدرك كنيسة وهدوء الكنيسة وكده يعني. فاحيانا احنا برضو ما بيبقاش عندنا تفهم للظروف اللي الاخرين بيمروا بيها، واحيانا بنكون يعني يمكن قصا في الحكم عليهم. ومين عارف يمكن احنا لو كنا اطفال صغيرين كنا بنصرخ وبنملى الكنيسة دوشة برضو. فهنا محتاجين ان احنا انا مش بشجع الهز في الكنيسة، حدش فهمني غلط، لكن بشجع ان احنا نكون متفهمين للاخرين ولظروفهم لغاية لما نساعدهم ازاي الامور. يعني النظرات المحرجة دي تبقى صعبة جدا. يعني في امهات كتيرة بترفض ان يروح الكنيسة من اجل النقطة دي، يقولك النظرات المحرجة ليا، خلاص لما ولادي يكبروا نبقى نروح. انا بس هاخد ابني، انا بسمع الكلام ده من امهات كتير، هاخده كده في اخر القداس يتناول وخرص على كده، لكن انا مش هقدر احضر القداس كله. ده ليه؟ لان بقيت الشعب ما بصش للماتيوريتي بتاعت الطفل ده، بصش لسنه، بصش لظروف امه، وبنظراتهم عملوا احراج شديد للام وهي موجودة في الكنيسة. من هنا ان انا افهم الظروف المحيطة بالاخر ده عنصر اساسي في التواصل الجيد مع الآخرين. أيضا وانت بتتكلم تأكد ان الآخر بيسمعك. تقعدش تدي محاضرة لمدة ساعة ويمكن التاني خلاص زهق وفصل منك وانت بتتكلم. يعني تأكد ان اللي قصادك ده سمعك ومتابعك. في نفس الوقت برضو انظر لملامح وجهه وانت بتتكلم، انظر لملامح وجهه، يمكن وجهه ابتدى يظهر عليه ان هو زعلان، غضب، او سرحان، مش مركز معاك. فانت هنا ممكن تقف وتسأل طب انت ايه رأيك في اللي انا قلته، طيب ايه، علشان تتأكد ان فيه بقي ديالوج مش مونولوج، حوار بينكم انتوا الاثنين مش مجرد انت بتتكلم والاخر بيسمع. ودي احيانا يمكن بتحصل مع الاباء والاولاد، يكون الولد مش عايز يسمع وابوه عمال يديله محاضره والولد يعني قاعد يمكن ربما ماسك جيم وبيلعب فيه ولا ماسك تليفون بيبعت تكس مسج مش مركز، والاب عمال يكمل في المحاضره بتاعته ويزعق له. ده مش هتعرف انك توصل لابنك اللي انت عايز المسج اللي انت عايز توصله له. ايضا ما تفرضش وقت معين انك تتكلم فيه على الاخرين.
اتكلم فيه مع الاخرين. يعني لو قصادك ده تعبان مرهق لسه راجع من الشغل وات ايفر في اخر اليوم، يعني في احيانا الناس انسيست ان يتكلموا في وقت معين من غير ما نراعي الظروف اللي حوالين الوقت ده، فطبعا دي بتخلي ان التواصل يتأزم، لان لو انا ما عنديش استعداد ان انا اسمع وانت هتيجي تكلمني ازاي هنقدر نتواصل؟ ده حتى ربنا لما وصى التلاميذ قال لهم لو دخلت مدينة ولم يقبلوكم اخرجوا من المدينة دي. تقدرش ترغم واحد ان يسمعك غصب، حتى لو هي كلمة ربنا، تقدرش ترغم واحد ان يسمع كلمة ربنا غصب عنه. قال لك ولم يقبلوكم اخرج، وقالوا لهم حتى التراب اللي لصق بارجلنا بننفضه لك. وده كان مبدأ ان احنا نحترم رغبة الاخر في انه يستمع او لا يستمع. احيانا تلاقي واحد مثلا في حاجة مضايقاه فيقول لابنه او لمراته لازم نتكلم دلوقتي، والطرف تاني طب انا تعبان طب نتكلم في وقت تاني، يقول له لا لازم نتكلم دلوقتي انا الموضوع ده مضايقني وكده. اصرار على احنا لازم نتكلم دلوقتي غالبا الحوار مش هينتهي النهاية الجيدة. طبعا on the other side في ناس بتقول انا تعبان على ان هي عايزة تتهرب، مش عايزة يبقى في حوار. فعلشان نعالج النقطة دي، لو الاخر بيقول انا تعبان دلوقتي يبقى لازم يحدد ميعاد، يقول طب نتكلم بكرة مثلا بعد الظهر، او نتكلم يوم السبت الصبحية ويك اند نكون مرتاحين ونتكلم فيه. يبقى هنا الاخر ده مش بيهرب مني، ما بيستخدمش حجة ان انا تعبان عشان هو عايز to avoid the communication، لكن فعلا لو هو مش مستعد يتكلم دلوقتي فدايما بنقول لهم يبقى حدد ميعاد تاني. واكشن لما بتحدد ميعاد تاني انتوا الاثنين بتكونوا هاديين وتقدروا تعملوا تواصل احسن، والمشكله بتبقى يعني ممكن تتحل بطريقه اسهل. ايضا في الحوار الايجابي او التواصل الايجابي خليك ايجابي. مفيش حد هيستمتع انه يسمع نيجاتيفز على طول ويسمع مشاكل على طول، فخليك بقدر الامكان ايجابي. حتى لو انت بتعرض مشكله، قبل ما تعرض المشكله اتكلم على الايجابيات اللي موجوده في الموضوع اللي انت هتطرقه، وهقول لك قصدي ايه. ولما بقول لك اتكلم بالايجابيات ما تبقاش مرائي، لكن زي ما مارس حقي يقول امدحه بما هو فيه، يعني امدحه بالصفات الحقيقيه اللي موجوده فيه. يعني مثلا لو انت في ابنك عايز تعاتبه على موقف معين، قبل ما تعاتبه على الموقف ده اذكر الحاجات الايجابيه الموجوده في ابنك وشجعه فيها، وبعدين اتكلم معاه على النقط السلبيه. وده اللي السيد المسيح حتى عمله مع المراه السامريه في التواصل، لما قال لها اذهبي وادعي زوجك، قالت له ليس لي زوج. فالسيد المسيح قبل ما يكلمها على نقطة الضعف بتاعتها راح قال لها حسنا قلت أنه ليس لي زوج، امتدح كلمة مديح. وبعدين راح قال لها لأنه كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس بزوج. وهنا تشوف الرقة في الحوار. السيد المسيح ما حرجهاش، ليش أنت زانية أنت عايشة في حياة زنا وخطية، بالعكس لها كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس بزوجك. وراح ختم بكلمة مديح تانية قال لها هذا قلت بالصدق. يعني ما بين كلمتين مديح وضع السيد المسيح نقطة الضعف الموجودة فيها، وحتى لما قال نقطة الضعف قالها بمنتهى الرئة. عشان كده المرأة ذهبت وقالت تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت. طب انا بتخيل بقى السيد المسيح قال لها انت انسانه زانيه، انت انسانه شريره، ازاي واحده تعيش مع 5 أزواج وتعيش مع واحد تاني، ما تتوبي وتغيري حياتك. تفتكروا كانت المراه دي راحت وقالت تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعلت؟ رقه السيد المسيح واسلوبه الواضح والمباشر في التواصل وايجابيته في التواصل
شجع وقاد هذه المرأة إلى التوبة. احنا كتير نتكلم مع أولادنا بأسلوب عنيف، نوضح كل ما هو خطأ فيهم، ويمكن نادر ان احنا نقول لهم ما هو إيجابي فيهم خالص. فالولاد بيحس ان هم داون، يعني دايما they are put down by their parents. الأب والأم دايما شايفينهم سلبيين، بينتقدوهم انتقادات سلبية. وأحيانا الكلام السلبي الكتير عن الآخر ده يكون علامة ان الإنسان نفسه مش سعيد في حياته الزوجية او مش سعيد في حياته الأسرية. لان الإنسان السعيد مش هيقول حاجات سلبية كتير. فربما لما واحد بتلاقوه عمال ينتقد الآخر على طول على طول على طول، ده ربما دي علامة ان هو مش سعيد في حياته الأسرية او الزوجية. علشان كده بدل ما هو يفضل ينتقد، مفروض يشوف جوه نفسه ايه سبب عدم السعادة دي، ويشوف تتعالج ازاي. لكن النقد الكتير من غير ما هو يفحص في داخل نفسه ايه سبب عدم السعادة، ده بيصعد الموضوع اكتر وبيعقد الامور ما بين الزوجين في داخل الأسرة. كلمات التشجيع وكلمات المحبة اللي انا قلتها في الاول، affective communication اللي فيها الaffection اللي بين الحب والمشاعر، سواء ما بين الزوجين او سواء ما بين الاب والام واولادهم، دي نقطة مهمة جدا في التواصل الايجابي في بين افراد الاسرة. لان عادة لما انت بتقول حاجة سلبية بتخلي التاني بيبقى دفاعي ديفنسيف. يعني اول ما بتبتدي تبقى اتاك، انت ازاي تعمل كده، تاني بيفكر على طول في ازاي يدافع عن نفسه. فالاتاكينج كوميونيكيشن دي، لما يكون كوميونيكيشن ستارت ويز اتاكينج، انت بتخلي التاني يحاول يبقى دفاعي. علشان كده بلاش نعمل اتاكس، بلاش نحن نهاجم الاخرين، وخصوصا في ناس when they attack others زي كتبوا الفريسيين بي attack us with a tone of self-righteousness، ان انا ابر منك، ان انا احسن منك. لماذا تلاميذ يوحنا بيصوموا وتلاميذك ما بيصوموش؟ تحس هنا في التون في احساس بself-righteousness واتاك. او كتبوا الفريسيين ازاي معلمكم بيقعد يأكل مع الخطاة، او ازاي التلاميذ بيأكلوا بأيدي غير مغسولة. كلها اتاكس ناتجة من احساس بان انا ابر من الاخرين. ده اللي احنا بنسميه judgmental attitude. علشان كده الكلمات دي تنم على اتاك. لما تيجي تقول لواحد you are، you never did this، you always do this، دي كلها كلمات فيها التاكس. فبيقولوا من الافضل انك تستخدم statement start with I انا لما تكون عايز تعبر على مشاعرك اكتر من انك تقول you. يعني مثلا بدل ما تقول له انت انسان متجاهلني او انت بتتجاهلني، ممكن تقول له انا بشعر بالتجاهل. لما بتقول انا بشعر دي مشاعرك، لكن لما بتقول له، وممكن تكون مشاعرك صح او غلط، يعني ممكن يكون البرسبشن بتاعك غلط او صح، لكن لما تيجي تقول له انت بتتجاهلني، ده accusation، ده اتهام، بتخلي التاني يبقى في موقف الدفاع. لكن لو قلت له انا بشعر بالتجاهل، ربما يؤكد على محبته ليا وان هو لا يتجاهلني، وبطريقة الامور تبقى تتحل من غير ما يكون في هجوم على الاخر. نقطة تانية، احيانا احنا نستخدم اسلوب المبالغة، علشان مثلا انا عايز ابين قد ايه انا تعبان من الاخر ده. فمثلا زوجة مثلا تقول لزوجها انت عمرك ما اعتذرت، احنا متجوزين بقالنا كذا سنة 20 سنة عمرك ما اعتذرت فيه.
ممكن يكون ده اسلوب في مبالغة، وبعدين لما نقعد نتناقشوا مثلا نلاقي انسان يعتذر يمكن 70 مرة في الكام سنة دول. المبالغة دي ممكن بتريحك انت داخليا انك بتعبر على المضايقة والغضب بتاعك، لكن الحقيقة المبالغة دي بتدي للاخر سبب ان هو يرفض كل اللي انت بتقوله. يعني مثلا لو في اب كان قاعد ما بين زوجين وواحد منهم بيبالغ، قول شوف ما بتقولش الحقيقة، بتبالغ في كل حاجة بتقولها ودي مش الحقيقة، وبالطريقة دي يبقى كل اللي هتقوله سواء فاليد ولا انفاليد خلاص بسبب المبالغة ما بقاش له اي فاليديتي. علشان كده بلاش المبالغة في الحوار. كان دايما قداسة البابا شنودة الله يناح نفسه لما حد يقول مثلا كل شعب الكنيسة بيقول كذا، فيقول طب انت لفيت على شعب الكنيسة واحد واحد واخدت رأيهم، ده مبالغة. كلمة كل الناس كل الشعب كل ده كلام ما بيبقاش دقيق. نقطة تانية برضو، احيانا بنحس ان انا عندي المقدرة ان انا تريد ذا مايندز، ان انا اقرا فكر اللي قصادي، اقول لا انا متاكد ان انت بتقول كذا. طبعا مهما كان عندك يعني مقدره انك تحلل شخصيه اللي قصادك او تعرفه بيفكر في ايه، لكن ما تقدرش تقول ان انت 100% تقرا هذا الشخص قراءه سليمه. وطبعا لما بتكون قراءتك خاطئه للشخص ده بتخلي اللي قصادك ممكن يبقى انجري، يبقى متضايق متغاظ، لان انت بتقرأه قراءة خاطئة، وفي نفس الوقت انت بتحطه في موقف نون سيتويشن ما فيهوش مكسب، لان مش عارف يدافع عن انت مقتنع باللي انت بتقول، فازاي هو حد يشرح لك وجهة نظره. فبرضه في الكوميونيكيشن الجيد لا تقرأ الاخر ولا تدعي مقدرتك على قراءة الآخر. برضو لا يكفي ان انت تقول مشاعرك، ولكن اشرح ايه السبب اللي خلاك تشعر بكده. يعني مثلا المثل اللي انا قلته لكم من شوية ان واحد يقول للتاني انا بشعر انك بتتجاهلني، دي كلمة عامة جدا، والتاني يقول لك ازاي بتجاهلك، طب اشرح لي اكتر. فانت لازم تشرح ايه اللي تقصده بالكلمة دي، وايه المواقف اللي خلتك تشعر ان الاخر بيتجاهلك. لانه ممكن لما تقول المواقف دي وهو يشرح لك المواقف دي مرت ازاي، ده يكون انت قراءتك خاطئة للموقف والحقيقة مش هو بيتجاهلك. فهنا برضو لا تكتفي بانك تقول مشاعرك، ولكن اشرح الظروف والمواقف التي جعلتك تشعر بالشعور ده الخاص. نقطة أخيرة أختم بيها الكلام بتاعي، ركز على البريفرنس ما تركزش على المبادئ. أقصد إيه نركز على البريفرنس ما تركزش على المبادئ؟ لو انتوا اختلفتوا مع بعض، هبتدي المثال اللي انا قلته من زمان من في بداية المحاضرة قصدي، مثلا اب وام حد عايز يبعت ولاده مدارس خاصة والتاني عايز يبعت ولاده مدارس public school. فلو انت بتتكلم بقى على مبدأ فانت هتقول لا ده الاستاتيستيكس والاحصائيات بتقول المدارس الخاصة احسن من المدارس العامة، وادي بيقولوا كذا، وادي في مقالة بتقول كذا، وفلان الفلاني اللي هو في التربية والتعليم بيقول كذا الى اخره. فانت هنا بتتناقش على مبدأ، اي مبدأ انت هنا بتتكلم على الصح وغلط. هنا هو برضو ممكن easily can refute your principle، يقول لك لا بس وجهة النظر التانية بتقول كذا 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 كذا، وهتلاقي نفسك في الاخر مش قادرين
تتوافقوا او كل تعملوا كومبرومايز عشان تتواصلوا في الاخر توصلوا لحل وسط. ليه؟ لان صح وغلط بابيض واسود، انا مقتنع ان ده صح والتاني غلط. لكن لو بتتكلم على بريفرنس ممكن تقول اه في ناس بتؤيد المدارس العامة وفي ناس بتؤيد المدارس الخاصة، لكن انا بفضل، هنا بتكلم بقى على تفضيل بريفرنس مش على مبدأ، بفضل المدارس الخاصة علشان كذا وكذا وكذا. هو يقولك اه انا شايف وجهة نظرك وانا فعلا في ناس بتفضل ده وناس بتفضل ده، انا تفضيلي للبابليك سكول مبني على كذا وكذا. ده هيفتح مجال للقبول وانكم تقدروا توصلوا الى حل وسط. لكن لو انت بتتكلم على مبدأ ده صح وده غلط، فانت قلت ده صح وهو قال ده صح، ازاي هتقدروا تضحوا؟ ازاي تقدروا تتواصلوا؟ ازاي تقدروا توصلوا الى حل وسط؟ وده مش هيوصلكم لحل وسط. لكن وهي اغلب الامور دي بتبقى امور تفضيلية، واحد بيفضل حاجة معينة والتاني بيفضل حاجة معينة. فلما تتكلم ما تتكلمش على ان دي مبادئ وده مبدأ وايت اند بلاك، ده صح وده غلط، لان كده هيحصل اصطدام، هيحصل كلاش. لكن لما تتكلم اتكلم على يعني تفضيل، ده هيخلي في مجال كبير انك توصله الى حل وسط. كان في النهارده الصبح اكشلي ناس يعني بيعملوا معايا حوار، فبيسالوني بيقولوا لي ايه اهم حاجه بتدور عليها لما بتيجي بتختار واحد للكهنوت عشان ترسمه كاهن يعني. فطبعا انا قلت لهم بالاضافه لكل المبادئ العامه من كده روحيته، روحانياته، تعليمه، معرفته الكتابيه الى اخره يعني، قلت لهم في مبدا مهم جدا جدا ان هي مقدرته على التواصل الجيد. ليه؟ لان انا بقول الحته دي عشان عايز اشرح لكم اهميه التواصل. احنا احيانا لا ندرك أهمية التواصل ده، لكن التواصل ده مهم جدا جدا جدا، حتى مهم في الخدمة لينا. الأب الكاهن ده بيتعامل مع يعني أطياف متنوعة من الشعب، الصغير والكبير والغني والفقير والمتعلم والجاهل واللي كبر هنا في أمريكا واللي كبر في مصر، وممكن بيجي لنا ناس من الكنيسة الإريترية والكنيسة الأثيوبية، بيتعامل مع أطياف متنوعة من الشعب. لو هو معرفش يتواصل تواصل جيد مع كل فرد تبقى صعبة قوي. يعني تلاقي مثلا ممكن كنيسة واحد انسان روحاني وعنده معرفة جيدة بس ما عندوش تواصل جيد، فبيتواصل مع مجموعة معينة هو قدرت بيعرف يتعامل معهم، انما بقية الشعب يقولك ده مثلا ناجح في خدمة الشباب انما ملوش علاقة بقية الشعب الكنيسة. واحد بيتعامل مع الناس الكبار كويس قوي بس ما عرفش يتعامل مع الاطفال ولا مع الشباب، فديا بتبقى احيانا نقطة ضعف. او ممكن يكون واحد صدامي، تلاقيه مثلا ينزل في مكان يصطدم مع لجنة الكنيسة ومع الشمس ومع مين الخدمة ومع مين، تلاقي في خلال مثلا فترة صغيرة دنيا ولعت، صدام 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 صدام، ما تعودش على التواصل الجيد. فالتواصل ده مهم في الخدمة، مهم في الأسرة، مهم في العلاقات بيننا وبين بعض، مهم حتى في علاقتنا مع المسؤولين في البلد. كل ما يكون في تواصل جيد كل ده ما ده بيدي فرصة للنجاح، انما التواصل الرديء ده بيحطنا على طريق الفشل. ومن هنا صفة مهمة جدا جدا في اي انسان مسيحي ابن ربنا، انه يستطيع ان يتواصل تواصل جيد مع كل الاطياف اللي بيتعامل معها. يعني شوف سيد المسيح تعامل مع الفقير والغني، تعامل مع الخاطي ويعني من هم يعني أبرار، تعامل مع الأطفال والكبار. يعني التلاميذ لما قالوا الأطفال يبعدوا قال لهم لا تعالوا أولادي أتونا إلي ولا تمنعوهم لأن المثل هؤلاء ملكوت السماوات. فأرجو يعني المؤتمر بتاعنا ده يخلينا نراجع تاني مهارات التواصل اللي موجودة عندي، ويخلينا كل واحد فينا يحسن من مهارات التواصل بتاعته
علشان فعلا نقدر نعمل علاقات ناجحة. وزي ما قلت في البداية، بدون تواصل جيد مع الله أولا لا نستطيع أن احنا نعمل تواصل جيد مع الآخرين. وعشان كده آخر محاضرة هتكون على التواصل مع الله. ربنا يعطينا أن احنا نستطيع نتواصل مع الآخرين تواصل جيد من أجل مجد اسم ربنا، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.